عليكم ورحمة الله. لكي نفكر في المسألة في الفصل الأول أو الدرس الأول بنركز على أهم قوانين الفصل الأول. طبعا أهم قانون اللي هو قانون أوم اللي بينص على شدة التيار تتناسب تقضي مع فرق الجهد. فبنوصل ان الفي هو فرق الجهد، فرق الجهد بيساوي شدة التيار في المقاومة، شدة التيار في المقاومة. المثلث دوت ممكن نطلع منه حاجات كثيرة جدا. وحدة قياس فرق الجهد، طبعا فرق الجهد فولت، وحدة قياس شدة التيار أمبير، أمبير. وحدة قياس المقاومة أوم. إذن زي ما اتفقنا إن ممكن نعرف الفولت نقول هو فرق جهد لما يكون شدة التيار المارة 1 أمبير والمقاومة أوم، وهكذا الأوم هو مقاومة موصل عندما يكون فرق الجهد بين نقطتين 1 فولت وشدة التيار. أيضا نقدر نجيب الجهاز فولت، يبقى هنستخدم هنا حاجة اسمها فولتميتر، وهنا هنوصل جهاز اسمه أميتر. طبعا الأميتر في الدائرة على التوازي، الفولتميتر في الدائرة على التوازي. نقدر نطلع تعريف فرق الجهد، نربط القانون ببعضها. من التعريف نقدر نطلع القانون. فرق الجهد هو الشغل المبذول لنقل كمية الكهربية مقدارها 1 كولوم بين النقطتين. نقدر نعرف المقاومة، هو النسبة بين فرق الجهد إلى شدة التيار. ممكن نعرف شدة التيار، شدة التيار هي كمية الكهربية، كمية كوانتيتي بكيو على تي المرة خلال 1 ثانية. إذا لو ناسي القانون من التعريف نقدر نطلع القانون بهذا الشكل. نقدر نطلع بقى وحدات القياس، نطلع تعريفات إلى آخره. طيب هنيجي مثلا المقاومة، ما لا عم تقف على المقاومة؟ المقاومة تتناسب طرديا مع الطول، تتناسب طرديا مع الطول، وتتناسب عكسيا مع المساحة. شلنا التناسب وضعنا ثابت، الثابت هو المقاومة النوعية رؤية. نقدر نجيب الرؤية في طرف، لو حبينا نجيب الرؤية في طرف دايما هنخلي اللي مع المجهول معامل تحت، مين اللي مع المجهول؟ ال، يبقى نخلي ال اللي تحت كده، ال اللي دي تبقى مقام بحيث لو ضربنا تاني طرفين وسطين، والار تضرب في ايه؟ في الايه. طبعا الايه دهيت ممكن تيجي عن طريق نص قطر، فانا عارفين السك دائري، يبقى مساحة الدايرة ط ناقص تربيع باي ار سكوير. ممكن لو احنا طبعا المادة النحاس، قلنا النحاس اكثر استخداما في التوصيلات، يفضل في التوصيلات الكهربية نظرا لان صغر مقاومتها النوعية، اذا بالتالي تكون التوصيلية عالية. ولذلك نقول التوصيلية دايما هي مقلوب المقاومة النوعية، مقلوب المقاومة النوعية. فنقدر نطلع وحدة قياس المقاومة النوعية، لو قلنا ده متر طول بالمتر، والمساحة متر مربع، ودي أوم. فبنشيل المتر ده هوت مع التربيع يبقى أوم متر، يبقى وحدة قياس دي أوم متر، يبقى بمعنى دي مقلوبها، يبقى هنقول عليها أوم سالب 1 متر سالب 1. دي طبعا مراجعة سريعة على هذا الكلام. هناخد مسألة دلوقتي، أول ما تلاقي في المسألة المقاومة التوصيلية نقدر نجيب المقاومة النوعية أو العكس. أول ما تلاقي في المسألة مقاومة نوعية نستخدم هذا القانون. تعال نشوف المثال اللي جه في المثال اللي جه في الكتاب المدرسي. المثال ده موجود في الكتاب المدرسي، بيقول ايه بقى؟ سلك من النحاس طوله، كلمة طوله يبقى معناها ال، لو جيت تكتب كده ال بتساوي 30 متر، ومساحة المقطع. طبعا الحاجات دي بتوحي بأن ديت كلها مقاومة نوعية. مساحة المقطع جاية جاهزة، ال A بتساوي 2 × 10⁶، 2 × 10⁶، طبعا دي بالمتر مربع متحولة جاهزة عند مرور تيار. فأصبح فرق الجهد، فرق الجهد يبقى في، فرق الجهد اللي هو في 3 فولت، 3 فولت. احسب شدة التيار،
طبعا هذه المعطيات بتفكرنا على طول اول ما تلاقي في واي يعني مثلا في اشياء معينه من المساله اول ما تلاقي الفي والاي تقدر تجيب الار يبقى الفي بتساوي الاي في ار طبعا الاي مجهول الاي هنا مجهول ما اقدرش اجيب الاي الا لما اعرف مين الار يبقى المطلوب الموجود عندك الفي موجوده اهيت الاي مجهوله شده التيار ما اقدرش اجيب الاي عشان الاي بيساوي الفي على الار ما اقدرش اجيب الفي الا لما اجيب الار طب ما هو جاب لك المعطيات اللي بتجيب الار تعال نشوف كده قال ان الطول موجود والمساحه موجوده وعلما بان مقام النوعيه يبقى اول خطوه يبقى شوف نبدا منين هنقول المقاومه تساوي ليه بدانا بالمقاومه لان احنا بنقول المطلوب شده التيار ما اقدرش اجيب شده التيار اما اعرف الفي والاي هو اعطاك الفي هنا 3 فولت يعني دي 3 فولت ما اقدرش اجيب الاي الا لما اجيب الار فطب اجيب الار ازاي هو ازاي جاب لك المعطيات يبقى نقول الار بتساوي رو اي ال على اي هنعوض اذا الار بتساوي الرو اي عندنا في المعطيات 1.79 في 10 اس سالب 8 في ال عندنا بكام ال هو الطول 30 متر متحوله جاهزه 30 متر المساحه ايضا متحوله جاهزه 2 في 10 اس سالب 6 طيب هنحسب الار بالاله الحاسبه بنحسبها ونجيب قيمه الار جبنا الار هنعوض عنها فين في هذا القانون اذا خلاص المشكله اتحلت يبقى الفي بتساوي الاي بتساوي الاي بتساوي الفي على الار اذا الاي بتساوي الفي هنا الفي كان 3 فولت والناتج اللي هنا هنجيبه ونحطه فين ونحطه في هذا المكان بالشكل ده كده يطلع الناتج تقريبا 11.17 امبير ده الناتج النهائي هنشوف مثال تاني ده جه في الازهر سنة 91 سلك معدني قطره ذكر القطر يبقى من هنا نفهم المعنى قطره يبقى اول خطوة نجيب نص القطر طب ليه بنجيب نص القطر يبقى هيدلنا على المقاومة النوعية يبقى نص القطر كام ده 1 ملي يبقى نص ملي متر والملي بنضرب في كام في 10 اس سالب 3 طيب عشان يطلع الناتج بالمتر مصنوع من سبيكه مقاومتها النوعيه يبقى الرو اي موجوده 5 في 10 اس سالب 7 ومتر احسب التوصيليه طبعا احنا اتفقنا ان التوصيليه تعريفها ايه من التعريف بعض الناس القوانين او النظري بعيد عن المسائل لا من التعريف التوصيليه هي مقلوب المقاومه النوعيه التوصيليه هي مقلوب المقاومه النوعيه يبقى استفدنا ثبتنا من التعريف وفي نفس القانون اذا الرو اي هتساوي 1/5 × 10 ⁻⁷ بالآلة الحاسبة هيطلع لنا طبعا دي 2/10 ، 5 دي معناها 2/10 × 10 ⁻⁷ لأن أس سالب بتطلع فوق بالموجب جبنا التوصيلية المطلوب الأولاني وحدة قياس ايه؟ طبعا ممكن وحدة طب أنا ناسي دي أوم متر دي أوم متر طب ما أنت عارف التوصيلية مقلوب المقاومة النوعية يبقى دي مقلوب الوحدة أيضا يبقى أوم سالب واحد متر سالب واحد طيب المطلوب الثاني احسب التوصيليه وما الطول نكتب القانون بتاع المقاومه النوعيه بما ان ار هتساوي رو اي ال هيبقى كل اللون الازرق ده معلوم المجهول عندنا مين ال مجهول اذا لو جبنا ال في طرف ازاي نجيب ال في طرف
دايما هنضرب حاصل ضرب الطرفين يساوي الوسطين، يبقى نقدر نقول اللي بتساوي يبقى مين اللي هيبقى في المقام؟ الرؤية تبقى في المقام عشان دي المعامل، واللي في البسط الـ R والـ A. إذن الـ اللي تساوي نبدأ نعوض. هنعوض إزاي؟ طبعا الـ R موجودة لكي تصبح المقاومة كام؟ لكي تصبح المقاومة 200، يبقى الـ R 200. الـ R 200. الـ A مساحة المقطع موجودة، مساحة المقطع جاب لك الـ R. يبقى نستخدم القانون اللي هو عبارة عن باي ار تربيع ونعوض، والرو ايه موجود عندنا 2/10 في 10 اس ايه سوري المقاومة النوعية بتساوي 5 في 10 5 المقاومة النوعية 5 في 10 اس سالب 7. وبالتعويض اذا هيطلع لنا ان طول طول السلك هيساوي 2/10 أس إيه، هيبقى 3، الناتج يبقى 3/14 متر. أيضا ممكن نشوف المثال اللي جه في دور مايو، اللي جه في دور مايو 94. تعال نشوف السؤال، والصلة سلكه طوله 30 متر، يبقى ال L معروف طوله، يبقى ال L 30 متر متحولة جاهزة. مساحة مقطعه هنا مساحة المقطع بالسنتي، بالسنتي يبقى نضرب في 10 أس كام؟ أس سالب سنتيمتر مربع، لازم مساحة مقطعه تبقى سنتيمتر مربع، يبقى نضرب في 10 سالب 4. والصلة في دائرة كهربية مغلقة وأميتر مهمل وكان شدة التيار، ذكر شدة التيار، شدة التيار 2 أمبير، 2 أمبير، وفرق الجهد، يبقى الـ V بتساوي 8/10 فولت. احسب التوصيل هنا المرة دي عشان لازم نحسب المقاومة النوعية. هو كان يجي بيقول لك ايه، احسب المقاومة النوعية، لكن هو طلبها بشكل غير مباشر. أول ما تلاقي المعطيات ديت يبقى المجهول عندنا المقاومة النوعية R بتساوي القانون تتناسب طردي، من العوامل تتناسب طردي مع الطول وعكسي مع المساحة، عشان التناسب وضعنا ثابت اللي هو المقاومة النوعية. طيب هو مش مطلوب مقاومة نوعية، بس مطلوب مين؟ التوصيلية. طب ما لو جبنا المقاومة النوعية نقلبها يبقى جبنا التوصيلية. إذا أول خطوة نجيب الإيه؟ المقاومة النوعية زي ما اتفقنا. مين اللي هيبقى مع المجهول؟ ال L هي اللي تبقى تحت، وعندنا الـ R و A كله يبقى معلوم. إذن الـ رو E هتساوي الـ R عندنا بكام؟ الـ R مش موجودة، بس هو جاب لك الـ I والـ V، يبقى أول خطوة، يجب أول خطوة بما أن الـ V بتساوي الـ I R، إذن يجب نجيب أول خطوة نجيب الـ R. يبقى إذن الـ R تساوي ال V على الآي، ال R بتساوي V على الآي، ال V موجودة، إذا لازم نستفاد من كل المعطى لأن ده هدف. ال V 8/10 وال I 2، إذا نطلع ال R، هتطلع ال R تقريبا 4/10 أوم. ناخد دي ونحط مكانها 4/10 أوم في المساحة، المساحة عندنا 0.3×10^10 أس سالب 4. ال 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 30 متر، وبالآلة الحاسبة هنطلع الرو اي، الرو اي هتطلع لنا ان الرو اي طلعنا قيمتها. بعد كده اذا جبنا الرو اي الناتج اللي هنا هنقدر نجيب التوصيلية، اذا التوصيلية بيساوي مقلوب المقاومة النوعية. الناتج اللي هنا هنحطه في هذا المكان، نقدر نجيب التوصيلية. كده انتهت المسألة.